الدولة ما كناش كنعترفوا بها كاع من يعني على رأسها إلى خمص قدميها. باش نقول لكم باللي هذا الحزب ما بغياش الدولة من نهار. أنا السؤال ديال الدولة واش بقية بغية أنا ما كنطرحوش، أنا ماشي الدولة، أنا حزب سياسي. الدولة عندها الحق تبغينا، عندها الحق ما تبغيناش. لا واسع النظر، بغتنا مبارك مسعود ما بغتناش على خطرة. إلا ما قدتهاش تمنية شو سندير تدير شي حاجة أخرى، لها واسع النظر. حنا شادين واحد الطريق ما فيش عقدة مع الدولة، في عقدة مع الله سبحانه وتعالى. من نهار اللي كنا الإخوان الكرام فاش التقينا أول مرة ما كانتش الدولة قاعدة داخلة في الحساب ديالنا. نهار اللي تلاقينا الإخوان ديالنا كان الأساس ديال الاجتماع ديالنا مبني على أننا شباب خدينا التدين من الأوساط ديالنا، فرحانين به، متمسكين به جهد المستطاع وجهد الفهم اللي كان عندنا، وحتى دابا حتى دابا رحنا متمسكين به جهد المستطاع وجهد الفهم اللي كان عندنا. راه باقي حتى واحد فينا مقطع الواد ونشفو رجليه، إلا اللي مشى عند الله كنترجاو يكونوا مشاو بسلام بحال السي بها رحمه الله. ملي نمشيو لعندو ونعرفوا القضية دازت مزيانة ديك الساعات نفرحوا، أما دابا رحنا غير كنحاولوا. ومشى هاد الشيء ديالنا، الدولة ما كناش كنعترفوا بها كاع من يعني على رأسها إلى خمص قدميها. ولأني واحد الوقت انتبهنا بلي داك الشيء ديالنا ماشي هو هذاك، وبدلنا مجهود، بدلنا مجهود لأننا كنا أحرار متبعين لا للتنظيم لا للشيخ لا للرئيس. هذا الشيء الذي هم متمسكون به وأعز ما كانوا يملكون وهو محاولة الالتزام بدين الله، والمسألة الثانية هي محاولة القيام بمقتضياته. وهكذا وصلنا إلى القناعة أنه يجب أن تكون لنا مساهمة سياسية في بلادنا. كنا كنقولوا غير يكون شي واحد من تما مع هذوك الناس الفوق في البرلمان في الحكومة يقول لهم أتقتلون رجلا يقول ربي الله، هذه الحقيقة هي هذه. كنقولوا غير واحد يكون، حنا بعدا كنبغى شي واحد يهضر معنا. القائد ما كانش كيبغي يهضر معنا، كانت القضية ديالنا محصورة في واحد لابريغاد في الرباط نتين ولا لا، هي اللي كانت تقريبا كتحق معنا. وداك الزور داك الزيارة اللي درنا لدار مولاي الشريف وبعض الإخوان ديالنا اللي مشاو للحبس من بعد، ولكن تدريجيا دخلنا في المجتمع، تدريجيا يعني اكتشفنا أنه في ديننا يلزم أن نشارك ونساهم في حياتنا السياسية، في حياة أمتنا السياسية، وحاولنا نأسسوا حزب سياسي. باش نقول لكم باللي هذا الحزب ما بغياش الدولة من النهار الأول، وإن إحنا ما كنتحركوش إحنا ماشي لماريونيت، لماريونيت في السياسة وفي الإعلام ما أعطاهم الله. إحنا رحنا جينا من رحم الشعب، جينا حينتاش دفعنا الحزة، جينا حينتاش شفنا المقاييس ديال الأمة والأسس اللي هي مبنية عليها تخرب.